تعالوا بقى نشتغل في مقادير الجلاش. وعلى فكرة هي فكرة أكتر ما هي وصفة. بس أنا عايزة أجيب لكم طبق. معلش الدوشة معلش. طبعا الجلاش من الحاجات اللي لازم تتغطى عشان ما تنشفش. احنا هنعمل وصفات جلاش كتيره قوي على فكره، انا من الناس اللي بتحب الجلاش، ممكن هنعمل في يوم بقى جلاش حادق وجلاش حلو كمان، نعمله مره صينيه مره كده. ده اصابع شبه لو انتوا جبتوه في الشاشه شبه اللي ايه اللي احنا اوريدي عملناه. الطريقه ازاي بقى؟ هنضف الرخام عشان انا ممكن اشتغل على الرخام، وعايزه حاجه كده امسح بيها ال اهي اهي اهي. طيب دايما اقول لكم لما بنشتغل على كاونتر او رخامه في البيت طبعا لازم نكون معقمينها قبل ما نشتغل. ازاي لحد دلوقتي ما قلتلكوش المحلول المعقم المنزلي ده؟ انا مشهوره بيه جدا. بفكروني احسن بعمل حاجات بتتباع في السوق بقى ويقتل قاتل على قادر على قتل 99% من البكتيريا والكلام ده. لا لا انا هقول لكم على حته محلول رهيب احب ارش بيه كل حته في المطبخ. طيب هنعمل ايه؟ احنا الرخامه خلاص نضيفه، لو عايز تشتغلي على طبق او صينيه مفيش مشكله. هنجيب السمنة أو زبدة. طبعا اللفة دي تقدري تعمليها اللفائف أو الأصابع دي بأي حشوة في الدنيا. عايز تعمليها كاستر، شوية مكسرات، شوية سوداني، بس يعني من التكات بتاعتها المهمة إن الزبدة أو السمنة السايحة نحاول نوزعها على أنحاء ورقة الجلاش. تمام، نحط ورقة كمان. عايز تحطي ورقتين، عايز تحطي ثلاثة، انت طبعا زي ما تحبي، بس هي دي بتكون احلى ما بتكون رفنعة كده وجميلة، وكمان هتبقى مورقة ما تبقى ورقتين. خلاص هنا بقى هنجيب برطمان من شوكولاتة هيلثي سبريد، ونجيب معلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو يا سلام على الجمال. جلاش بالشوكولاتة تحفة، زي ما قلت لكم الشوكولاته دي قابله للدهن، صحيه جدا، فانا مش عايزه اهدر الصحه بتاعتها بان انا احط شربات تقيل، فانا ممكن ادوب معلقه عسل بشويه ميه. خلاص هنا ممكن نحط، عارفين الشوكليت شيبس، رقائق الشوكولاته، ممكن نحط رقائق شوكولاته، ممكن تحطوا شويه بندق اللي انتوا عايزينه. هنبتدي نعمل ايه يا حبايبي؟ الموضوع بسيط جدا، بصوا هنبتدي بقى نلفها كده كده اهو. الوصفة دي ممكن تتعمل بقى حادق بالجبن أو زي ما قلت لكم المكسرات. تمام، أنا هكمل الكمية هقول لكم بس الفكرة. بعدين بنعمل إيه؟ بنجيب صينية خبز، أي صينية عندنا، وبنبتدي نقطعها كده، نقطعها من واحدة اتنين تلاتة حسب الأحجام اللي أنت عايزاه، وبندهنها برضو إيه؟ بندهنها بالزبدة أو السمنة وندخلها الفرن على حرارة 180 أو 200، ما بتاخدش وقت خالص. بصوا حبايبي بقى لما بتخرج، استنى أوريكوا، وهي كده سخنة بنسقيها بالشربات البارد، وزي ما قلتلكوا أسهل وأسرع شربات ممكن يتعمل اللي هو معلقة عسل متدوبة بشوية مية، وممكن كمان باكو فانيليا. شايفين كده بقى ما طلعت بقت جميلة جدا وصغننة وفظيعه. نرش عليها بقى شويه من الشوكولاته. انا تمام، ممكن ارش عليها شويه من، طيب حاضر.